هستأذنكم في قائد الفريق محمد الشناوي في سؤال وتقدروا تتفضلوا. شكرا ليكم وننتظر المزيد إن شاء الله. مشهد مشرف. شاركت في كام واحد من دول يا محمد؟ طبعا السلام عليكم. الاول بشكر طبعا يعني الجمهور اللي موجود يعني وبشكر مجلس الاداره طبعا في الاول والجهاز الفني واللعيبه على البطولات دي كلها. واي واحد طبعا يكون مكاني بيبقى فخور في النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي، دي حاجة كبيرة جدا. وأي حد بيبقى موجود في النادي عارف يعني إيه قيمة التيشيرت اللي هو بيلبسه، عشان كده الواحد بيبقى فخور بيبقى واقف هنا وبيحضر طبعا الحفل الكبير ده. وبشكر طبعا تاني مجلس الإدارة اللي هو زي ما حضرتك قلت ما بيخلش علينا بأي حاجة خالص، وبشكر الجهاز الفني اللي تعب موسم صعب جدا، بشكر اللعيبة اللي هم استحملوا الضغوط الفترة اللي فاتت، بس ديت سمة اللعيبة بتاعت النادي الأهلي وعارفين يعني ايه قيمة النادي الأهلي، حاجة كبيرة جدا. ودي حاجة بالنسبة لنا وبالنسبة للعيبة اللي موجودة واللي جايين جداد بيعرفوا يعني ايه وبيشوفوا، والجمهور كله دلوقتي شايف يعني بالبطولات دي كلها كله طبعا عارف يعني ايه قيمة النادي الأهلي. خدتوا أجازة؟ الحمد لله. افتحتوا؟ الحمد لله. عندنا كم بطولة خلال الشهور اللي جاية؟ يعني احنا ان شاء الله نبدأ بكرة وأول حاجة نفكر فيها في التمرين، وتاني حاجة على طول نفكر في البطولة الجاية على طول. عندنا موسم صعب، ارتباطات يعني كتير أكيد أصعب من اللي فات، وعشان كده اللعيبة ارتاحت كويس وعندها بطولة. يعني النادي الأهلي على طول لما بيخش في أي بطولة لازم بيبقى مركز، ما يعني البطوله بالنسبه لنا اهم حاجه، وان شاء الله اللعيبه تكون على قد المسؤوليه وعارفه يعني ايه اللي جاي وعارفه اللي جاي اصعب من اللي فات. فوز او انتصار دول الخيارين بس اللي الاهلي بيلعب عليهم مش كده؟ حاجه زي كده. عديت يا محمد؟ عديت بطولاتك؟ عملت حصر؟ يعني في قائد للنادي الاهلي حمل كؤوس ودروع وبطولات اكتر من الشناوي؟ ان شاء الله اعد بقى بعد ما اخلص ان شاء الله، يعني مش عايز اعد دلوقتي عشان لسه في بطولات جايه، وهدفنا اللي جاي خلاص احنا ننسى اللي فات واللي جاي ان شاء الله نفكر فيه. عايزين نجيب بطولات اكتر واكتر لجمهور النادي وللنادي، ده الفتره اللي جايه احنا مشغلين عليه وبنشتغل على طول. اهم حاجه زي دي الجملة اللي خلاص احنا تعودنا عليها، اهم حاجة الماتش الجاي فكر فيه في البطولة الجاية، ده على طول اللي هنفكر فيه اللي جاي يعني ان شاء الله. انا بهنيك، انت قائد نموذج الحقيقة وابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي بننتظر منك ومن زملائك الكثير ان شاء الله، والفوز بكل الارتباطات والتزامات القادمة. تهانينا الشناوي القلبية. بشكرك وبشكر تاني الحضور اللي موجودين، وبشكر الجمهور وبشكر الجمهور بيتفرج علينا في التلفزيون اكيد طبعا، وبشكر الجهاز يعني الجهاز الفني واللعيبة اللي كانوا رجالة يعني بصراحة قدوا موسم صعب جدا، وبشكر مجلس الإدارة اللي هو على طول في ظهرنا، وبشكر الجمهور وبشكر كل الحضور. شكرا. كل التوفيق. شكرا جزيلا محمد الشناوي.